السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في قناة وصفات لينا. اليوم جيتكم فكرة اللي هي خارجة عن الطبخ والوصفات نهرس بها الروتين. عندي هنا الاسباس خاوي في المطبخ، قلت علاش لا ندير ركن ديال القهوة. هنا استعملت هذه المنظمة، هذه من ايكيا كتجي زوينة. وهنا خديت بعض اواني عندي في المنزل، بونبونيير وشي قراعي هكا، وزينت بهم. درت هنايا هاد الرف هذا صايبته عي بيدي، درت واحد الخشبه وصبغتها بصباغه بيضاء وعلقت فيها هاد العلاليقه هادي. وهنا درت القريعات فيها سكر وقرعه فيها كوفي، وكتبت عليهم هكا في ديك التيكيته وكتعطي منظر زوين. وهنا في هاد القريعه درت هاد السيجار هادو ديال الشوكولا وفاني. وفي هادي درت لي كونفليكس ديال الشوكولا، كيفطروا به الدراري دياولي دائما في الصباح، كنستعملو بزاف. يعني تقدروا ديروا الاشياء اللي كتستعملوها دائما باش ما تبقاش عندكم دائما محطوطه، ديما كتبدلوا. وهنايا في هاد البونبونيير درت لي بونبون. طبيعه الحال ما تعطيوش لولادكم دائما الحلوى، يعني مره. وهنا درت لي بيسكوي هنايا، تقدروا ديروا فيه لي كاب كيك، تقاد ليا كان عندي وتسالى ليا، كنت درتو في واحد الوصفه وحطيته هنايا فوق الماكينه القهوه. وفي هذه حطيت الشوكولا، تقدروا ديروا اي شيء عندكم في المنزل، يعني ديروا تمر او فقيقصات او كاب كيك شريحه، في عدة اشياء يعني كينفع بزاف. وفي هنايا درت هاد لي بطون ديال الشاي، وجمعت كل شيء كاع اللي كنستعملو جمعته هنايا وحطيته في هاد الاسباس اللي عندي خاوي هنا لتحت. والفوق غادي نستعمل واحد البلاطو وعندير فيه ديك الاشياء اللي كيصلحوا القهوه، السكر، وهنا المعلقات باش نحركوا القهوه، وهنا السكر. تيجيو في هاد هكا معلبين بلاستيكه كيجيو زويونين، ما كيقيسهم لا غبره لا والو. وهنا كنحطوا الفناجين ديالنا اللي ديما تنشربوا فيهم، او الضيف اللي يجي عندنا كيلقى هاد البلاطو ديما كتلقايه واجد وما تتعذبيش. يجي عندك الضيف يعني في دقيقه تصايبي له القهوه ديالو، تهزي البلاطو تحطيه له مع اشياء مرافقه ليه، يعني فهاد القريعات. وهذا هو كوفي كورنر ديالنا، كيجي على هذا الشكل، هذا رائع ومنظم ومتول باشياء بسيطه، يعني ما شريت حتى شي حاجه، بسيط جدا. ونتمنى نكون فدتكم بهذه الفكره، وما تنسونيش من لايكات وتفعلوا الجرس وتبارطاجيو مع اصحابكم واحبابكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. دمتم في رعاية الله والى اللقاء.